أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. طبعا زي ما أنا قلت في البداية هنتكلم في هذه الفقرة عن مكتب مهم جدا، اللي هو مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعي. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الفقرة، الأستاذ الدكتور عطوة أحمد عطوة، مدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك دكتور عطوة. أنا سعيد إن حضرتك معايا في البرنامج. أنا أسعد في المقابلة. في البداية يعني إحنا طبعا أول مرة الحقيقة طبعا نتكلم عن هذا المكتب، أنا عاوز حضرتك توضح للمشاهدين أهمية وجود هذا المكتب في مركز البحوث الزراعية. يعني إيه مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد النبيين والمرسلين سيدنا محمد عليه وعليه وصحبه أجمعين. بداية نود في البداية أن ننعي الشهداء الواجب في مدينة في أحداث مدينة الشيخ زويد، نسألهم عن الله إن شاء الله شهداء، ونسأل الصبر والسلوان لزويهم، وبعد كده ننتقل إلى مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا. مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا هو أحد الكيانات اللي تم إنشائها في عهد سابق في سنة عام 2002 بهدف الحفاظ على الملكية الفكرية لمخرجات البحث العلمي في مركز البحوث الزراعية، ودي كانت خطوة سابقة في الهيئات البحثية بدأت بمركز البحوث الزراعية، وكانت سابقة حتى على العديد من الجامعات الكبرى في مصر، لأن في مركز البحوث الزراعية العديد من الابتكارات والعديد من الأصناف النباتية التي تخرج أو تنتج من الباحثين، فلولا أن لم يوجد هناك حفظ لهذه الحقوق فبالتالي بيضيع فرصة كبيرة على الباحثين وعلى الدولة وعلى مركز مجهود وشغل مجهود الباحثين في المركز. تمام. فكانت البداية بإنشاء المكتب ككيان الحفاظ على الملكية الفكرية، وتطور بعد ذلك لحق المربي في الأصناف النباتية والأصناف الأخرى. بعد كده تطور المكتب وبدأ ياخد إجراءات تسجيل الأصناف النباتية في حق المربي أو تصنيف تسجيل الابتكارات من خلال مكتب براءات الاختراع سواء في أكاديمية البحث العلمي أو في الولايات المتحدة الأمريكية. تبنت بعد ذلك أكاديمية البحث العلمي تقريبا في عام 2013، أي بعد إنشاء المكتب بحوالي 12 سنة، فكرة إنشاء مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وسميتها مكاتب التايكو. من خلال هذه المكاتب أكاديمية البحث العلمي بإنشاء هذه المكاتب في الجامعات بتتبنى هذه المكاتب تبني الاختراعات والابتكارات الجديدة في الهيئات البحثية المختلفة وتسجيلها وتسويقها وتدريب الباحثين في الجهات المختلفة على البحث والتطوير، بحيث يكونوا كل أبحاثهم نواة لأبحاث مبتكرة في المستقبل. أهمية المكتب بقى المركز البحوث الزراعية، إحنا عارفين طبعا إن الحقيقة الثابتة الوحيدة في التكنولوجيا هي التغير المستمر. طبعا وإن معروف الزراعة التغير المستمر والسريع حاليا يعني المتسارع حاليا مش السريع المتسارع، وإن الزراعة في العالم كله هي الأكبر قطاع من حيث استهلاك التكنولوجيا، واكبر قطاع ممكن تنمو فيه الابتكارات والتكنولوجيا. لو رجعنا بالتاريخ على مره مثلا هنلاقي ان الزراعه تطورت من الزراعه العاديه الى الري بالشادوف، ثم بعد كده بالسائل، الى ان تطور الري حاليا بالماكينات، الى ان اصبح الري حاليا بالتنقيط. الاكثر من ذلك ان الري بيعتمد دلوقتي على ان بيكون في التربه سنسورز، يبدا الري يشتغل وقت ما التربه تكون اقل من الساعه الحقليه المبرمجه. بالظبط. فمعنى كده ان الزراعه في تطور مستمر. الاكثر من كده كمان ان الزراعه فيها صناعات مرتبطه بيها، الصناعات المتعلقه بالزراعه ايضا بتحتاج الى تطوير. فمن هنا بنلاقي اهميه مكتب اداره وتسويق التكنولوجيا بالنسبه لمركز البحوث الزراعيه. المكتب ايضا بيضم فيه ثلاث وحدات، قلنا وحده الملكيه الفكريه، الوحده الثانيه وحده نقل وتوطين التكنولوجيا وتسويقها، بحيث ان لو في اي تكنولوجي ظهرت في المركز. خلينا نتكلم عن كل وحده كده باختصار. باختصار اتكلمنا عن وحده الملكيه الفكريه. تمام. نقل وتوطين التكنولوجيا، ان لو عندنا تكنولوجيا تكونت بنبدا نعمل لها زي بروتوتايب ونتواصل مع الشركاء سواء في الصناعه او في التجاره بنقوم بتسويقها. في بعض التكنولوجيات بالتعاون الدولي مع المشاريع البحثيه اللي هي من خلال الوحده الثالثه اللي هي وحده المشاريع الدوليه، نقل التكنولوجيات من الخارج وتوطينها او تحديثها وفقا لاليات العمل في المجال الزراعي في مصر. دي كده الثلاث وحدات. تمام. هل المكتب دكتور عطوة مختص فقط بزملائنا الباحثين في مركز بحوث زراعيه، ولا ممكن يعني بعض اساتذه الجامعه في كليات الزراعه المختلفه ممكن يتعاونوا او يتواصلوا مع المكتب؟
هو في الأساس المكتب أنشئ لخدمة مركز البحوث الزراعية، تمام، لكن من البروتوكولات اللي اتوقعت مع الأكاديمية البحث العلمي، أيوة، أن يتم التعاون بين مكاتب التايكو المختلفة في المراكز البحثية والجامعات المختلفة من ناحية تبادل الخبرات، أو العمل البحث العلمي مش عمل فردي، عمل جماعي، والعمل الجماعي ممكن يكون في أكتر من جهة. ودلوقتي المشاريع النحسية هي المشاريع اللي بيسموها الميجا برودكت أو الميجا بروجكت أو المشروعات المتعددة الاهتمامات. البحوث في مركز البحوث الزراعية معظمها زراعية أو ما يتعلق بالزراعة، لكن بتحتاج إلى بعض التقنيات في مجال الهندسة، فلابد نتعاون مع كليات الهندسة، ففي تعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة في بعض الابتكارات في المركز، وهكذا بيتيح الفرصة. ده فعلا بيتم فعلا بعض تطوير بعض آلات الحصاد، بعض آلات الري، بعض الصناعات، بيتم فعلا تعاون مع كليات الهندسة وفي مكاتب تانية، وبنسعى دلوقتي حاليا لتوقيع بروتوكولات مع جامعات مختلفة بحيث نتبادل الخبرات في تدريب الباحثين أو تنمية قدرات الباحثين. طيب تقييم حضرتك لعمل المكتب، وانا طبعا انا عارف ان حضرتك توليت المسؤوليه الحقيقه يمكن شهور قليله، يمكن اعتقد شهرين تقريبا، ويعني خطه حضرتك لتطوير عمل المكتب، وايه اللي في ذهنك عاوز تحققه يعني في المستقبل ان شاء الله، سواء كان في المستقبل القريب او المستقبل البعيد. هو طبعا الباحثين يمكن مش عايزين نتكلم على سياده المكتب في الماضي، ان فيه لما توليت المكتب وجدت عزوف من بعض الباحثين، يمكن عشان المكتب ما كانش منتشر بدرجة كبيرة في المركز، أو لأن يمكن المكتب كان بيتبنى سياسة معينة، لكن أنا هتكلم عن السياسة اللي احنا بدأنا نتبناها في عمل المكتب. احنا بنهتم بكل فكرة بيقولها أي باحث مهما كانت صغيرة أو كبيرة، لأن الباحث بالنسبة له أي فكرة بالنسبة له هي ابنه البكر أو وليده طبعاً. فبيحاول طبعا يحافظ عليه، او بيحاول في خلال تعاملاته مع هذه الفكره ان هي دي كل مستقبله، في حين ان انا لو سبت الباحث يتعامل مع الفكره بتاعته لمده سنه، ممكن هو يرجع نفسه يقول ان الفكره دي ما كانتش على الدرجه اللي هي، او ممكن يعمل بتحسين فيها. فاحنا بنتبنى ان احنا كل الافكار اللي ترد الينا من الباحثين نتبناها معاهم، اي فكره نتبناها معاهم ونكمل معاهم الطريق الى النهايه. يعني ما فيش معايير معينه لافكار معينه او ابتكارات معينه، بحيث انا اجي لك بفكره تقول لي والله لا دي مش هينفع نتكلم فيها، انا محتاج كذا. اي باحث بيجي فكره بتكون ناتجه عن شغل، فيكون مثلا هو شغال في صنف معين، وجد ان هو طلع سلاله معينه مثلا من الذره او غيره ان هي عاليه الانتاج، او ان باحث بيعمل في مجال مكافحه الحشرات اثناء تعامله في الحقل وجد نبات معين بري او من النباتات الطبيه والعطريه ان النبات ده طارد للحشرات، فبدا ياخد ويستخلص الزيت بتاعه مثلا ويكافح بيه الحشرات. الفكره في مجملها تبدو بسيطه لينا احنا او لاي واحد ينظر لها، لكن في مجملها ان احنا لو تبنينا الفكره دي وشفنا تحليل المركب، شفنا تاثيره ومركباته، هل ممكن يتحسن او غيره، فاحنا بنتبنى اي فكره بتدي اي امباكت او اي اثر ملحوظ وفي شيء من الجديه او شيء من التجديد والحدثه، ونكمل معاها الى نهايه الطريق، بحيث في الاخر يبان لنا بالبرهان القاطع هل هي فكره جديره بالتطبيق والاستمرار والتطوير، ولا فكره جديره بان احنا نتركها ونبحث في مجال اخر. لكن الباب مفتوح لجميع الباحثين. الباب مفتوح لجميع طيب الباحثين. المكتب نفسه متواصل مع جميع المعاهد الموجوده في المركز. على فكره انا الهدف من هذه الفقره ان احنا برضو نعرف زملائنا الباحثين في كل المعاهد بهذا المكتب ودوره واهميته. هل في تواصل من المكتب مع كل المعاهد، او خطه حضرتك يعني ناوي تعمل ايه؟ هل هتعمل لقاءات في المعاهد؟ كمان في نقطه مهمه دكتور عطا مش عاوزين نغفلها، اللي هي المحطات البحثيه. طبعا ما هي المحطات البحثيه فيها زملاء من جميع التخصصات. تمام. في معاهد مختلفه. تمام. يعني حضرتك ناوي تتحرك ازاي؟ لا، بالنسبه للمعاهد البحثيه والمعامل المركزيه ومحطات التجارب، تمام، في اول ما توليت المكتب اخذت كل المهتمين وعملت لهم جروب للتواصل، وطلبت من كل الناس ان احنا كمكتب نقوم بزيارة لجميع المعاهد، وهنبدأ بالمحطات التجارب اللي خارج القاهرة، لأن المحطات التجارب هي التطبيق الحقلي الفعلي لاستخدامات أو لآليات الزراعة في كل المجالات، سواء في الأصناف، في التسميد، في الميكنة، التطبيق العملي. التطبيق العملي، تمام. فبالتالي إن الأفكار الجديدة أو الأفكار الابتكارية أو حتى تطوير الأفكار القديمة كله بيكون لنسبة كبيرة منه في المحطات أكتر منها في المعاهد داخل المعامل. طبعا مش هنقلل من دور المعامل. بدأنا فعلا بخطة للموضوع ده،
ومنتظرين ان بعض الناس يبداوا يدعونا ليهم، لان احنا طلبنا من كل المعاهد ان كل معهد يخصص لنا يوم سواء في اجتماع مجلس المعهد او مع الباحثين. هينتقل فريق العمل داخل المكتب الى المعهد، بيبدا يشرح الخطه البحثيه او الخطه العمليه المستقبليه للمكتب، ايه الخدمات اللي بيقدمها المكتب، المكتب ممكن يتعاون مع الباحثين ازاي. بدانا فيها مع بعض المعاهد، فكرنا بطريقه اكتر شويه ان احنا يمكن يكون التواصل مع مديرين المعاهد بيكون في بعض القصور ان احنا نوصل للباحثين. فبدانا ان احنا كمكتب نجمع داتابيز لجروب داخل كل معهد، وندخل احنا كمكتب على الجروب دي ونبقى من ضمنهم، بحيث ان احنا الفكره تنتشر لرئيس المعهد او مدير المعهد، وفي نفس الوقت على التوازي تنتقل الى منسوب المعهد. بدانا او وكيل المعهد مثلا، او وكيل المعهد للبحوث. مهم جدا للبحوث او للانتاج، يعني او للانتاج مهم جدا يبقى متواصل معاهم، في تواصل فعلا بالطريقه. هل ممكن تعمل لهم اجتماعات دوريه ولا قايمه حضرتك؟ بيجي لنا بعض الناس من بعض المعاهد، بنعمل لهم اجتماعات دوريه، بتبقى حاليا مجموعات عمل صغيره بنشرح لهم الانشطه. حتى طلبنا منهم ان احنا يكون لنا في كل معهد على الاقل 2 أو 3 فوكال بوينت او نقط اتصال. جميل. من شباب الباحثين، بنركز على شباب الباحثين. اشترطت ان هو يكون بدرجه باحث او باحث اول. على اساس نشط الشباب اكتر ويكونوا يتحركوا اكتر واسرع. قلنا هنبدا الفكره بمحاضره عن البحث والتطوير والرفاهيه الاقتصاديه. عنوانها بيبدو للجميع ان هو ملوش علاقه بالزراعه، لكن هي الفكره ان انا عايز اوري الناس ازاي من خلال بحث علمي زراعي اقدر انمي البحث والتطوير اللي اوصل بيه للانوفيشن، لان هي الموضه كانت من سنين بسيطه الار ان دي دي، دلوقتي الار ان دي دي اي او الار دي اي اللي هو البحث والتطوير والابتكار. فاحنا عايزين ننمي قدرات الناس ان انا اعمل بحث علمي زراعي مبتكر يقودني في الاخر الى انشاء تكنولوجي او شركه ناشئه اقدر استفيد بيها في المستقبل في تسويق المنتج الزراعي اللي انا وصلت ليه. طيب انا هسال حضرتك الحقيقه سؤال خارج الصندوق زي ما بنقوله. يعني جالك فلاح مش باحث، عنده فكره بس جديره بالاحترام وجديره بان احنا نشوفها، تمام، او هو بطبيعته عارف ان احنا كباحثين يمكن بنستمد برضو الافكار من اهالينا الفلاحين، لان من ارض الواقع ومن المشاكل اللي هي موجوده فعلا في الغيط. جالك فلاح وقال لك والله انا حليت مشكله ما، مثلا خاصه بآفه، خاصه بمرض، او ابتكرت حاجه معينه، حليت لي مشكله معينه، يعني هل المكتب يتعامل معاه ازاي؟ وعلى فكره ده وارد. اكيد طبعا، اكيد واحنا عندنا موضوع سعادتك في خطه المكتب. تمام. احنا في خطه المكتب تواصلت مع اكاديميه البحث العلمي وقلت لهم احنا عايزين يكون لنا دور في رياده الاعمال. رياده الاعمال ان انا مش جامعه فما عنديش طلبه هعمل من خلالها رياده اعمال، لكن عندي مزارعين وعندي طلاب الثانوي الزراعي وممكن حتى معهد التعاون الزراعي اللي هو بتبع وزاره التعليم العالي ما يكونش تابع اي جامعه، فبالتالي ده يمكن من الرواد. الخدمه المجتمعيه اللي بيقدمها المكتب ان اي فكره بتظهر من اي كائن من كان ليها علاقه بتطوير الزراعه وبحل مشكله حتى لو بعيده عن الزراعه، لو ليها علاقه بصناعه متعلقه بالزراعه او باي مشكله مجتمعيه، هيتبناها المكتب ويكمل معاه كانه فرد من المؤسسه البحثيه. لان في الاخر مركز البحوث هو هيئه حكوميه، حتى لو من مزارع. ده مهم قوي الكلام ده. مركز البحوث هو هيئه بحثيه قائمه على خدمه الزراعه، علشان حضرتك عارف ان الفلاح المصري ذكي جدا. طبعا طبعا، واحيانا بيبتكر حلول طبعًا. يعني ما تخطرش على بال الواحد لحل العديد من المشاكل، واحيانا بياخد برامج التسمين من المختصين وهو يطور فيها ويغير فيها برامج مكافحة الافات ويغير فيها بالزبط. وبيوصل لنتائج يمكن احسن. طبعا ده ما يقللش من قيمه طبعا علمائنا العظماء، عشان محدش يزعل طبعا، لكن هو من صفه الشعب المصري العبقريه سواء كان فلاح او شخص عادي او حتى باحث او غيره، صفات من العبقريه والتطوير. يعني اذا المكتب مفتوح ليس للباحثين فقط، مفتوح لاي فرد في المجتمع، لان المكتب اي مواطن، اي فلاح، اي فرد ابتكر، اي مهندس على فكره، اي مهندس ابتكر فكره معينه او حل مشكله معينه يتوجه للمكتب، في مركز البحوث الزراعيه او يتوجه لاقرب محطه بحثيه ويطلب منهم هم يوصلوه للمكتب. طب هل في وسيله اتصال؟ هل في مثلا ايميل؟ هل في تليفون؟ حتى ممكن نعرضه دلوقتي على الشاشه. في حضرتك لو تليفون للمكتب، في تليفونات وفي واتساب، في تليفون واتساب للمكتب كام حضرتك؟ ممكن اجيب لك الرقم حضرتك. طيب ماشي. الاكثر من كده حضرتك ان احنا فعلا كمكتب عاملين جروب على الواتس وعلى الفيسبوك، يوميا بيجي لنا مشاكل من ناس كتير جدا
ويطلبوا حلها، بنتواصل مع المعهد او المعمل المختص، نبعت له الشكوى ونطلب منه ان هو يبعت الرد لصاحب الشكوى ويبعت نسخه للمكتب، عشان احنا بنوثقها عندنا فيما يعرف بالتحديات. ان في مزارع ظهرت عنده مشكله، في منتج مثلا بيسال على لبن الاطفال اللي هو احد المنتجات التقارب بتاع الباحثين ان هو عمل لبن اطفال بديل للعجول سواء البقر او الجاموس. ففي منتج في مزارع كبيره عاوز المنتج ده عشان يشتريه، فبنبدا نوصله بصاحب الابتكار، وفي نفس الوقت اذا قابلته مشاكل بيرسلها على المكتب، بنطلب من صاحب المشكله او صاحب المختص ان هو يرد على المشكله ويرسل للمزارع او لصاحب المشكله ونسخه المكتب احنا بنوثقها عندنا كانواع من المشاكل. اذا جت نفس المشكله للمكتب بنقوم عليها بالرد مباشره عليها على صاحب المشكله، اذا مشكله جديده بنبعتها للمختص ونتاكد ان هو ارسل الرد لصاحب المشكله. يعني بنقوم بخدمه مجتمعيه وخدمه ارشاديه في نفس الوقت. تمام. هل انتم ممكن تكونوا وسيله بين الباحث وبين الجهات التطبيقيه، سواء كانت مثلا لو في ابتكار معين في الانتاج الحيواني، في لبن مثلا زي ما حضرتك قلت دلوقتي الالبان الجافه، بحيث ان انا اوصل الابتكارات دي او الاكتشافات دي لجهات التصنيع؟ هل انتم ممكن تكونوا حلقه وصل بين الباحث وبين بعض الجهات المنفذه لهذه الابتكارات؟ لان الابتكارات العلميه زي ما حضرتك عارف، انا لو في اختراع او في ابتكار انا وصلت ليه، لو مش هيتنفذ او ما فيش جهه هتتبناه ماديا وتصنيعيا بحيث انه ينتشر، ما حدش يعرف عنه حاجه. هو حضرتك كان من انشطه المكتب ان هو طبعا دي اللي كانت في الماضي، ان في المعارض الزراعيه بيتم عرض كل التكنولوجيات او المنتجات اللي تم التوصل ليها من الباحثين. وعن طريق الزوار اللي بيلاقي عنده اي مشكله او اي منتج هيقدر يستفيد بيه بيتواصل مع المكتب وبنوصله لصاحب المشكله. بالنسبه للمستقبل، حضرتك تعرف ان تم صدور قانون لاستثمار حوافز البحث العلمي. القانون ده بيسمح للجامعات والمراكز البحثيه ان هي تنشئ كيانات اقتصاديه او شركات مساهمه تتبنى تسويق وانتاج مخرجات هذه الجامعات البحثيه وطرحها للمجتمع، سواء كان الزراعي او الصناعي او التجاري، من خلال مجالس اداره في الجامعات. احنا كمنتظرين كمركز بحوث او كمكتب اداره تسويق التكنولوجيا مركز بحوث ننتظر اللائحه التنفيذيه. بنفكر ان احنا نعمل في البدايه زي كيان، مش هنقول اسمه عشان ما يتحرقش لحد ما نبدا ننفذه بالفعل. الكيان ده هيتبنى، لو ممكن يبقى لنا السبق يعني، ما هو مش عايزين نقول السبق وقت ما يعلن عشان ما فيش طيب. حد يسبقنا فيها. ماشي. الكيان ده هيتبنى. ايوه، عباره عن ايه؟ هو الكيان عباره عن ان احنا بناخد التكنولوجيات الواعده او اللي ليها تطبيقات مفيده للمجتمع، سواء كان زراعي او صناعي او تجاري. تمام. وبنبدا نجهز لها بروتوتايب ونبدا نعمل لها الانتاج بنطاق تجاري وسطي او مبسط، ونبدا نطرحها بشكل سعر التكلفة للجمهور ونشوف رد الفعل. في حالة ما تلقى قبول وتلقى رواج بنبدأ نتوسع فيها ويتعمل لها كيان أكبر، بحيث يبقى منتج يطرح للجمهور ويبقى عليه رقابة في إطار القوانين والتشريعات المصرية. ده الكيان اللي بنحاول نجهزه دلوقتي بحيث في القريب العاجل يخرج للنور يعني إن شاء الله. تمام. هل في عند حضرتك أمثلة لبعض الابتكارات، بعض الاختراعات طبعا اللي تبناها المكتب وفعلا حلت بعض المشاكل؟ في طبعا بعض الامثله. كان في عندنا بعض الباحثين في معهد بحوث البساتين والنظم الخبيره، اقول يمكن اسم الباحث الرئيس او معاه المجموعه بتاعته، في الدكتور عبد العزيز الطويل، ابتكر هو المجموعه المساعده ليه برنامج الاداره الذكيه المتكامله لاشجار الزيتون. ده عباره عن برنامج على الموبايل، السوفت وير على الموبايل او على استضفناه على فكره الدكتور عبد العزيز وعرض الفكره دي، وكان وفكره رائعه رائعه وعليها قبول جدا. وفكره بتتماشى مع الحاجه اللي ما اعرفش اذا كنا هنتكلم عليها في الحلقه، اللي هي بنسميها الزراعه البازغه. ما لسه جاي السؤال يعني عنها. دي فكره بتمشي في نفس الاتجاه. فالبرنامج ده طبعا لقى قبول وعليه طلب يوميا. حاجه الثانيه زي ما قلنا الالبان الرضاعه الصناعيه للجاموس والابقار، الالبان البديله. توصل بعض الباحثين اللي هو منهم الدكتور جمال فاروق في الانتاج الحيواني، توصل الى مركب شبيه للبن الابقار والجاموس بيستخدم في الرضاعه الصناعيه. طيب خلينا نستكمل الامثله لان معانا الاستاذ هلال من اسكندريه يمكن يكون عنده فكره يعني. الو
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا بحضرتك وحشنا. احنا مفتقدين عدد ساعات كتيره قوي اللي اتخصمها من البرنامج. لا تحت امرك. الله يخليك، بمسي عليكم ومسي على الدكتور. ربنا يحفظك. انا دلوقتي بقول حاجه. اتفضل. يعني انا كمتابع للعمل الزراعي او الممارس للعمل الزراعي. تمام. الخدمه الالكترونيه هتوصل لي ازاي؟ او الخدمه التكنولوجيه هتوصل لي انا ازاي؟ يعني هو الباحث هيشتغل مع المكتب، هيودي فكرته المكتب، هيوصل له المكان اللي يعمل فيه بحثه ويتبناه. طب انا توصل لي ازاي كمزارع؟ يعني انت حضرتك بتتكلم على الخبره التكنولوجيه، او لو في تطبيق ابلكيشن معين على الموبايل. ما هو ده هيكون على الموبايل على فكره، يعني ممكن هيبقى متاح لاي حد. طيب ما انا بقى اطور الجمعيات، وبدل ما يبقى على الموبايل يبقى على الجمعيه. يعني لان انا تعاملي المفروض كله يبقى مع الجمعيه. يعني انا موجود مثلا في منطقه في حيازتها 1500 فدان او 700 فدان، فيها 200 مزارع او 300 مزارع. انا مش عايز الخدمه لوحدي، انا عايزها بقى للمجموع. فيبقى لازم والله فكره برضه، فكره يا استاذ هلال، فكره كويسه. طيب اعمل فيها كمبيوتر والبيانات كلها، وكل زي ما انا طلبت قبل كده، يمكن الدكتور حامد فاكر، وقلت له ان انا لازم طالما ان انا حطيت كمبيوتر في الجمعيه لازم يبقى عليه كل البيانات الزراعيه اللي تخص هذه المنطقه، على اساس ان انا محتاج اي حاجه الجا للكمبيوتر يبقى يوصل لي المعلومه واللي انا عايزه. تمام. هو ده المطلوب، انما انا هحطه على سي دي واحطه في مكتب. طب وبعدين؟ تمام. الدكتور عطيه هيرد على الاستفسار ده. هل في استفسار اخر يا استاذ هلال؟ اشكرك يا سيدي. احنا بنشكرك. طيب هو على فكره برضو وجهه نظره. نشكر الدكتور هلال، لكن قريب كان في تواصل مع قسم او معهد الارشاد الريفي، وهم دلوقتي بيطوروا برنامج الكتروني للارشاد. البرنامج هيبقى متاح كابلكيشن، بداوا فعلا بتجريبه على الموبايل، بحيث يتواصل المزارع، يدخل على البرنامج يعمل له استطابة عنده. ما هو بيقول انا مش عاوز المزارع، انا عاوز الجمعيه. لا، انا عاوز الجمعيه تكون على تواصل مع المكتب، اي شيء جديد يوصل للجمعيه، وبالتالي كل المزارعين في الجمعيه يستفيدوا. ما هو بيقول عنده كمبيوتر في الجمعيه، هو راجل عاوز توصل له المعلومه. توصل له المعلومه كابلكيشن على موقع زراعي، سواء كان من الوزاره او مركز البحوث افضل، ولا توصل له عن طريق الجمعيه اللي ممكن يروح يلاقي الجمعيه قافله، الجمعيه في الويك اند مقفوله. والله في يعني الاثنين، لما تكون افيلابل ليه او متاحه ليه اونلاين بتبقى افضل. بس انا الى جانب ان الجمعيات دلوقتي معظم الجمعيات ما فيهاش مهندس ارشاد زراعي، لان في طبعا ما فيش اعداد كافيه من المهندسين الزراعيين في الجمعيات الزراعي، فما عندوش مهندس ارشاد زراعي. معظم الجمعيات بيبقى فيها مدير الجمعيه وممكن مسؤول حمايه اراضي، لكن كمرشد زراعي ما فيش فيها. فمدير الجمعيه ممكن مش هيكون يعني خبير في الرد على الاسئله، لكن الارشاد الزراعي هو الخبير في الرد طبعا. لكن لما يكون برنامج الكتروني متاح عن طريق الارشاد الريفي، وعليه كل المعلومات للمحاصيل المختلفه والمشاكل الزراعيه المختلفه، يقدر يدخل يتواصل مع البرنامج ويعرف الحلول بتاعها. ده وايه المانع برضو ان انا اوصل البرنامج ده للجمعيات الزراعيه؟ لان الجمعيات دلوقتي معظمها فيها اجهزه كمبيوتر، علشان طبعا حضرتك عارف كارت الفلاح وكده. تمام. المانع ان يبقى موجود؟ لان برضو انا عاوز يعني، ويمكن ده الهدف من سؤال الاستاذ هلال، انه مش كل الفلاحين معاها موبايل يعني طبعا انا عارف انه ممكن يبقى، لا بس ممكن الفلاح ما يبقاش معاه موبايل حديث ينزل عليه التطبيق دوت وكده يعني. فبرضه ممكن يبقى متاح في الجمعيه ومتاح في معهد الفلاحين. طيب معانا عماد من الشرقيه. الو. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا في الجمعيه الزراعيه في الملاير عملنا غرفه حديثه، وجالنا 50 جهاز كمبيوتر وخلفنا عليهم. تمام. علشان كارت الفلاح؟ احنا كانت اساسا قالوا للتواصل مع الفلاح في مشاكله، اي شكوى بالنسبه للزراعه وكده وبتاع. الغرفه دي ما استغلناهاش يعني، بعد ما كلفناها وربنا يجازيهم خير اللي هم جابوا لنا الاجهزه، كانت شركه الاتصالات او غيرها، فعاوزين ندخلنا تبع البحث العلمي او للتواصل مع مجالات الزراعه الحديثه للنهضه بزراعه مصر. طيب هو الدكتور عطوة طبعا واضح ان هو طلع رقم تليفون التواصل، لو حضرتك ممكن تقوله ننزله على الشاشه. رقم تليفون اللي هو الواتساب بتاع المكتب 0100 0100 585 585 43 43 06
06. يا ريت استاذ ابراهيم نزل لنا الرقم ده على الشاشه، 010 585 4306. وحضرتك يا دكتور حامد، حضرتك الخط ده واتساب خاص بالتواصل مع مكتب اداره وتسويق التكنولوجيا بمركز بحوث زراعيه. اتفضل يا اخ عماد. يا ريت يا دكتور حامد تفتح لنا الصفحه بتاعه شباب مصر الزراعيه، نناقش بعض عليها بالنسبه للقناه بتاعت حضرتك. حاضر. حلقه بتاعت حضرتك. حاضر حاضر. اللي هي الصفحه اللي على الفيسبوك. حاضر. اشكرك. اشكرك. شكرا يا اخ عماد. يا ريت الزملاء في الكنترول ينزلوا لنا الرقم ده على الشاشه. هقوله تاني، 010-585-4306 واتساب الخاص بالتواصل مع مكتب اداره وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعي. اي باحث، اي فلاح، اي مهندس عنده فكره، عنده ابتكار، هو حاسس ان هذا الابتكار او هذه الفكره تحل مشكله معينه، يتواصل مع المكتب والمكتب في خدمته. يا اهلا وسهلا. طيب نستكمل بقى الامثله اللي حضرتك كنت بدات فيها. كنا قلنا وقفنا عند لبن الابقار اللي هو البان الرضاعه الصناعيه للجاموس البار، ان معظم المزارع الاستثماريه بيكون همها ان هي تاخد الالبان عشان تستفيد منها اقتصاديا. فاللبن ده بيوفر اكتر من 10% من البان الرضاعه ممكن يستفيد بيها صاحب المزرعه في بيعها والاستفاده بها اقتصاديا. الى جانب ان هو ممكن في الالبان الجاموس بيكون فيه كنترول اكتر او سيطره اكتر على انتشار الامراض. هي الفكره كانت عباره عن ايه بالنسبه لموضوع الالبان؟ هي عباره عن البان مجففه. نفس المحتويات، التركيب لبن الام زي النسبه زي نفس لبن صناعي. لبن صناعي زي لبن الاطفال في في نفس المركبات. نفس المركبات بالظبط، لكن ارخص عن ثمن اللبن الطبيعي اللي ممكن يستخدم ويؤدي نفس الفايده بالنسبه نفس الفايده للعبور. بل بالعكس بيدي نمو اسرع من 20% عن اللبن الطبيعي. تمام. وبيكون كمان في فكره ان هو ممكن يضيف بعض الاملاح المعدنيه للبن زياده عشان يحسن من صحه العجول الناتجه. هل الفكره دي تم تطبيقها على نطاق دي تجاري؟ اكتر فكره بيجي لنا عليها طلبات من الجمهور المزارعين او جمهور المربيين، وبتحول فعلا لصاحب الفكره في معهد الانتاج الحيواني ويتواصل معاهم وبيبيع لهم المنتج. يعني طبعا الزميل في معهد الانتاج الحيواني هو المالك لهذه الفكرة. هو المالك لهذه الفكره. ما انا عاوز بقى اطلعها تبقى يعني، ما هو بقول لحضرتك هي الفكره انتشارها وتصنيعها. انتشارها وتصنيعها بالكم الكبير ده اللي هنقدر نقوم بيه. احنا كان هو ده الدور بقى اللي انا كنت بسال حضرتك عليه. كان في بعض المستثمرين فعلا حبوا يتعاونوا. الرقم موجود على الشاشه لكل الحقيقه الباحثين والمهندسين وكل اهالينا المزارعين، اي ابتكار اي فكره الرقم موجود على الشاشه دلوقتي للتواصل مع مكتب اداره وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعي. في فعلا بعض المستثمرين كانوا في الماضي، لقيت بعض الاوراق في المكتب في الماضي ان هم كانوا محبذين ان هم يشتروا المنتج. تواصلت معاهم. هي الاختلاف بيكون بين صاحب الاختراع او صاحب الابتكار والشركه على النسب. طبعا القانون القديم بيحسب نسب ففيها بعض الاجحاف للباحث او لصاحب الفكره. وهو صاحب الفكره. وصاحب الفكره. لكن منتظرين زي ما قلت لحضرتك اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار حافظ البحث العلمي الجديد. دي اعتقد هتكون منصفه بدرجه كبيره للباحثين. واذا من خلالها تم انشاء شركه مساهمه في مركز البحوث الزراعيه وتولت هذا الانتاج، ويكون صاحب الفكره يعين كخبير مشرف على خط الانتاج ده، هيكون فايدته اكتر. طيب عاوز يعني بسرعه بعض الافكار قبل ما انتقل للتقنيات البازغه، لان طيب الوقت للاسف انا فاضل لي 3 دقائق. طب نقول بسرعه في اختراع زي الطوبه ذات الصوبه الزراعيه ذات طابقين. دي بتوفر طبعا في المساحه الراسيه حوالي 150%. في سنسورز لقياس الامراض ممكن يستخدم في الحجر الصحي او الحجر الزراعي او في المزارع. في قسطره مبتكره لنقل اجنه الخيول في مزارع الخيول، بعض الخيول او السلالات النادره كان بيحصل لها بعض الامراض فبتحصل لنفوق بعد عمليه التلقيح، فممكن لو لحد 10 ايام ممكن الام نفقت عن طريق القسطره دي يقدر يسحب الجنين من الام ويحقنه في ام ثانيه لحد 10 يوم. في طبعا مصايد حشريه تعمل بالطاقه الشمسيه. بالطاقه الشمسيه. تشتغل، ممكن تشتغل في الليل حشرات الليليه وبالنهار عن طريق الفرمونات جذب للحشرات النهاريه. في سائل المنوي البط المخفف. في جسيمات نانيه كمضادات للسموم. دي كفائتها ان انا لو كنت بستخدم في مضادات السموم العاديه مثلا
مجازا كيلو جرام عشان اعالج شيء معين سواء تعقيم او غيره بالجزيئات النانيه، ممكن استخدم 1 جرام يعني بتقلل تمام التكلفه بمقدار ال1000. في اضافات يعني زي النانو تكنولوجي مثلا، هي نفس فكره اللي هي تحميل الموضوع على النانو تكنولوجي. في بعض العلاقة الطبيعيه لتحسين الخصوبه والانتاج في الدواجن، ان بعد الاسبوع ال40 بتبدا يقل انتاجيه الدواجن وخصوبتها في دواجن البيض، فالعلاقه دي بتزود من الكفاءه بتاعتها اكثر من 20%، فبالتالي بتساعد في الدوره. في طبعا جهاز الكتروني ناطق للكومباين بتاع الحصاد، اذا اي مشكله في الجهاز يقدر يقول لك فين المشكله وايه القطعه الغير المطلوبه، بحيث يوفر الوقت ويؤدي من سرعه الصيانه للماكينات. سريعا بقى التقنيات البازغه، التقنيات البازغه او بنسموها البريسيشن فارمنج. احنا لاحظنا ان القياده السياسيه في الفتره الاخيره على رسوم طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بان مصر تلحق بركاب الثوره الصناعيه الرابعه طبعا، وان في اخر حديثه في منتدى التعليم والبحث العلمي الاخير اللي كان من 4 ل 6 ابريل اكد على ان لابد من استخدام التقنيات او التكنولوجيا البازغه في تطوير التعليم والبحث العلمي. زي ما قلنا ان الزراعه هي ام الابتكار واكبر المجالات الصناعيه حاجه الى التكنولوجيات. التكنولوجيا البازغه هي يمكن مش جديده، بس هي تعتبر نشات مع الثوره الصناعيه الرابعه في وجود اللي هو الداتا مايننج او الداتا التصارع الهائل في المعلومات. هي عباره عن عمليه الاستفاده من الجيوفورماتكس او الجيوغرافيه النباتيه، ان تغير المناخ وتغير المناخ المرتبط بسطح وتشكيل الارض مع النباتات بيحتاج الى تسجيل الكتروني. التكنولوجيا البازغه دي عباره عن سنسور بيقيس كل التغيرات المناخيه والملاصقه للنبات، بحيث ان انا اعمل اللي هي بيسموها السايت سبيسيفيك كروب مانجمنت او اداره المحاصيل الملاصقه او الاداره الموضعيه للمحاصيل الحقليه. بمعنى ان كل الزراعه بتعتمد على تكنولوجيا هحدد فيها طبوغرافيه المكان، التغيرات المناخيه، التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل في المحصول، الاحتياجات المحصوليه سواء من الاسمده او المياه، الامراض اللي بتظهر على المحصول، الافات اللي بتصيب المحصول. فمعنى كده ان انا هدير يعني اداره كامله للمحصول، اداره كامله للمحصول بالظبط. فبالتالي هيكون في فرصه ان انا استفيد اكتر من المحصول وادي انتاجيه اعلى ان شاء الله. ان شاء الله الحقيقه بنتمنى لحضرتك التوفيق يا دكتور عطوه ان شاء الله، وانا واثق انه هذا المكتب سوف يشهد الحقيقه تطور كبير على ايد حضرتك، لانه انا اعلم ان عندك افكار الحقيقه افكار جيده جدا للنهوض بهذا المكتب لخدمه الباحثين وخدمه الزراعه المصريه. شكرا. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر للاستاذ الدكتور عطوه احمد عطوه، مدير مكتب اداره وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعيه. بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. شكرا ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم امين. الى ان القاكم في اللقاء القادم بمشيئه الله، لكم مني اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.